رئاسة مجلس النواب بأن يزيلوا العديد من المشاورات والتشاور بين الأعضاء، لأن فترة طويلة لم يلتقي هذا الجمع بشكل رسمي تحت قبة البرلمان ليناقشوا بكل حرية وبكل جرأة كل المخاوف، ويجب أن تتبدد المخاوف تحت قبة البرلمان. أيها السادة، أنني ليست لدي أي ملاحظة على الحكومة التي تم تشكيلها، فبالتالي أنا سأكون مطيعا لكل الزملاء ولكل الآراء التي ستنبثق عن هذا المجلس، وسأكون ملبيا لكل رغبات زملائي أعضاء مجلس النواب. ختاما، أشكر مدينة سرت وترحابهم وتحملهم المسؤولية تجاه نوابهم نواب الشعب الليبي، والترحاب الذي لقيناه وحظيناه منذ أن وطأت أقدامنا الدقائق الأولى لمدينة سرت. شكرا. بارك الله فيكم. سيد إبراهيم الزغيد. بسم الله. لحظة سيد إبراهيم، الوقت يا سادة، حافظوا على الوقت لأن الأغلبية النواب يريدون الكلام، حافظوا، حاولوا تحافظوا على الوقت. ملاحظة جيدة، ما أنا مشيت الساعة، أنا بنحافظ على الوقت. بسم الله. السيد فخامة رئيس مجلس النواب، معالي النائب الأول، معالي النائب الثاني، المقرر، نائب المقرر، السادة المراقبين، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، نحييكم كالعادة بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سعيد جدا في تواجدي في هذه القاعة ونشوف النواب الذين حضروا اليوم، حوالي 132 نائب. هذا يوم تاريخي يسجل للسادة النواب على تواجدهم معنا في هذه القاعة من أجل شيء اسمه الوطن وشيء اسمه المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم لانتخاب هؤلاء النواب. نحييهم ونشد على يديهم. ذكرتني بأول جلسة في طبرق يوم 4/8/2014، هذا الزخم وهذا العدد فعلا ذكرني بهذه الجلسة، أول جلسة لمجلس النواب. نتمنى لمجلسكم التوفيق والنجاح. أنا إذا حبيت بندخل في موضوع تشكيل الحكومة، أنا مع الداعمين للحكومة وأخذ الثقة للحكومة، لكن ملاحظاتي على هذه الحكومة حقيقة تتلخص في الكم الكبير من هذا العدد للوزارات. لماذا هناك؟ أنا قلت هذا الكلام في بعض القنوات وقول الآن في القاعة، لأن القاعة هي صاحبة القرار. نجيل شباب رياضة نلقاها وزارتين، نجيل الزراعة والثروة الحيوانية زارتين، نجيل التعليم ثلاث وزارات، نقولوا اثنين، واحدة تعليم عالي واحدة تعليم المتوسط واللي يسموه فيه العام آسف. أيضا هي كانت متماسكة مترابطة، هي المياه هي والسياحة استجدت لها وزارة، بالتالي هذه حتكلف هذه الحكومة المبالغ الطائلة من مال الليبيين المحتاجين الذين يتواجدون في المصارف، طوابير على المصارف. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، نجد هناك استهداف وزارة وأنا لفت انتباهي، وهي وزارة الاقتصاديات. تفهم ما فيش حاجة اسمها وزارة الاقتصاديات أو ما شابه ذلك، طالما عندنا وزارة الاقتصاد ستقوم بعملها. نحن الآن مر بمرحلة حكومة ثمان شهور ولا تستطيع أن تقوم بعملها من وجه، وبالتالي سيطلب رئيس حكومتها إذا أخذ ثقة من مجلس النواب بالتمديد لها لتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها. لا شك أن على سيد المهندس عبد الحميد بيبة نحيي من خلال القاعة كنائب عن الأمة أمام معركة كبيرة في عمله. لماذا؟ لأن عليه ضغوط. نحن سمعنا بنوة قدمت له 3000 ملف سي في للذين سيتقلدون هذه الحقائب الوزارية. أما نتأكد أنه ما طلع شيء بالكامل. هيكلية قدمها، نحن مش محتاجين هيكلية بقدر محتاجين لهذه القائمة اللي فيها الوزراء في مؤتمر صحفي قام به. وبالتالي نحن الآن حنجتمع وحنناقش هذه التشكيلة أو هذه الحكومة المقدمة من مجلس النواب بدقة، نحاول قدر الإمكان نظر في حتى الشخصيات اللي فيها. لدينا بعض الملاحظات على بعض الوزراء الذين تقلدوا مناصب، نعرف البعض منهم وعندي خلفية عليهم، ومستعدين في جلسة وتكون جلسة مغلقة أو على الهواء مباشرة نتحدث. وكل واحد، نحن النواب الآن جايين مسافة بعيدة، مش من أجل أن نجمع على مقاعد أو نقعد في إقامة في فنادق، لابد أن نقوله لأن ناخبينا يتابعوا فينا، ولابد أن نحن نقوله كلام منطقي وعلمي، لأن بعد ما نرجع مش قال لك فلان إيش غبت إيش جبت. نتمنى لمجلسنا التوفيق والنجاح. ومرة ثانية نرحب بالسادة النواب الذين التحقوا بنا
تحية لهم، وشكرا لأهلنا على فكرة في سرت على استقبالهم لنا في المطار وأيضا في الإقامة وكرم الضيافة. ونحيي أيضا لجنة 5-5 التي خطبها السيد فخامة الرئيس ووافقت على إعقاد جلسة في سرت. قواتنا المسلحة المرابطة الآن وحامية هذه القاعة. وقت سيدي.